هذه البناية ما تخص الوزير ولا رئيس أركان الجيش ولا القادة ولا الضباط، هذا تاريخ الجيش العراقي. هيبة الجيش العراقي وعظمة الجيش العراقي وعظمة الشهداء وما ضحوا من أجله. كل هذه الأمور تختصر في هذه البناية، ورجالات الجالسين في هذه البناية من قادة النصر والضباط، فهذا رمز من رموز البلد. والسيد القائد العام دائما يؤكد على أنه يجب بناء البنية التحتية للجيش. أبداً ما أترككم، أحسن كل وضعكم، كل أسلحتكم، وضع الجندي، وضع الإداري للجيش. نقود ثورة حقيقية بتحسين وضع الجيش. نقود ثورة حقيقية، كل من بيقدر عليه ما أتأخر عنكم، واللي تروه صائباً ويخدم الجندي ويخدم الجيش ما أتأخر عنه حتى لو أتحمل مسؤولية.